الحقي دي يا سعاد، هي الحقي. مالك يا موسى؟ لا تخافي، أنا رجل والرجل لا يتألم من خدش بسيط يا ابنة عمي. لم يحضر موسى. سيحضر، سيحضر حين يسمع الأذان، وقد حان أوانه. أنا الأفضل، انظر أنا الأفضل. بل أنا، لا أنا. ودينا بالمغرب وأنا هنا. ويلي من أبي. أسرع يا موسى أسرع. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. من يحسن السلوك لا يخاف العقاب يا موسى. أنا سهوت يا أمي، كنت تلعب مع الأولاد وتطارد عن ذات بنت عمك سعاد، فأخذك الوقت ولم تدرك الصلاة. أدركتها قبل أن يركع المصلون. لا بأس يا ولدي، لا بأس. اذهب الآن إلى المجلس لتصب القهوة وتقدم الماء للرجال، ولا أظن والدك سيعاقبك أمام الضيوف. حاضر يا أمي. لما أنت في عجلة؟ اذهب أنت، لا تشغل نفسك وتتأخر ثانية. أنت السبب. عسى الله أن يجعلني أعيش حتى أراكما حريصا وعروس. ها نحن نترقب هلال شهر رمضان المبارك، ترقب العاشق المستهام. جعله الله رمضانا مباركا علينا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله. إنه شهر الأعمال الصالحة، وكلما أكثرنا فيه من الصلاة وإيتاء الزكاة وقراءة القرآن كثر الأجر وازداد الثواب. وعلينا أن نتصدق كل يوم لكي نخفف من ذنوبنا. كل يوم؟ ألا تكفي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر فرض واجب وله شروط محدودة، أما الصدقة فهي فعل تطوع محمود لا شروط لها. هل نفعل في زكاة الفطر ما نفعله كل عام؟ أنا لا علم لي بكل شروط زكاة الفطر. أنا أعلم أنها تمنح للمحتاجين في العيد، ولا أدري هل يجوز إخراجها قبل ذلك؟ يقال إن الشعر أعلق بالذهن والذاكرة من الأحاديث، ولذلك نظمت قصيدة في تفاصيل زكاة الفطر، وعليكم الانتباه لما سأقول. أنا سأكتب ما أستطيع كتابته. بل تكتب كل ما سأقول وتحفظه. وأنت يا موسى انتبه، تعود الحفظ على السماع. وأول ليل الفطر ذلك وقتها، بذلك قال الصالحون أولو الأمر، من كان ذا زرع ونخل وعنده أصول وحيوان فذاك أخو يسري. إذا لم يكن قوت ولا ورق له وليس له أثواب فذاك أخو عسري. ولا يحملن دينا على زرعه ولا على النخل والحيوان ذاك من الضر. أفادك الله كما أفدتنا يا أبا موسى. أنا أريد أن أسأل وأخاف.
لا خوف من المساءلة، الخوف في أن تظل ساكتا ولا تسأل فتقع في الخطأ. كل من عنده سؤال أستطيع الإجابة عنه فليسألني الآن ما دمنا نتحدث عن زكاة الفطر. في حالة موت الرجل؟ هذا ما أردت أن أسأل عنه. من مات قبل الفجر ذلك وقتها تسلم عنه ولو ثوى في ظلمة القبر، ومن يفتقر قبل الصباح فما نرى عليه زكاة ولو غني أول الظهر، ومن يغتني قبل الصباح إلى المساء وعاد فقيرا ما له قط من عذر. هل يحفظ ابنك شيئاً من القرآن في أثناء انشغاله يا أم موسى؟ أراه يقلب ما يكتبه حين يجلس للدرس. هذا الولد بدأ يتعبني، إنه يحب اللعب. لا تقس عليه يا شيخ، كل الأولاد يحبون اللعب وموسى أقلهم لعباً. أنا أراه أحياناً ينظر إلى السماء وإلى أطراف النخيل لساعة دون أن يتحرك، إلا إذا أتت إليه سعاد ابنة عمه وطاردته. فيه سمات شاعر، موسى يحب حفظ الشعر فهو كثير التأمل، وهذه سمات الشعراء. ألست تنظم الشعر أنت أيضا؟ لا عيب في هذا، أتمنى أن ينشأ موسى حافظاً للقرآن متقناً للغة وينظم الشعر. وأنا أتمنى أن أراه شاباً لأزوجه من سعاد. لا تضعي هذه الأفكار في رأس الصبي، فلا زال الوقت مبكراً. هيا يا أحمد هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنت أرني كيف كتبت شانئك. أحسنت، بارك الله فيك. موسى أسمعني سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. بالضمة يا موسى. والرجز فاهجر. والرجز فاهجر. صدق الله العظيم. الله، ما أجمل هذا المكان، لم أصل من قبل إلى هنا. موسى ليس خارج البيت ولا داخل البيت، أين هو إذن؟ أين يكون الآن إذا لم يكن حول البيت؟ إنه يطارد العنزات ويلعب هناك كالعادة. إذا رأيته دعيه يأتي إلي مسرعا، أريد أن أرى ما كتبه من سورة القصص.
جدا. صوت الحمام، لون الغمام، روح انسجام. لا تقلق يا أخي، لا تقلق، سيكون وراءك حين تصلي العصر. ألا تعرف موسى؟ ألا تعرف موسى وكيف يتقافزك الأرنب ويختفي ويظهر فجأة؟ حسن يا أخي، تريدني أن أطمئن وأنت في قلق أكثر مني. ألا ترى كيف تضطرب وأنت تحدثني؟ سيذهب أولاد خليفة للبحث في الوادي. سأذهب معهم. هل يستطيع موسى أن يصل إلى هناك حيث يخاف الكبار وحتى الرعاة؟ لأن الذئاب في الوادي. موسى! الذئاب يا ناس! هيا عود إلى المنزل، عود إلى البيت ولدي. هيا سنعود إن شاء الله موسى معنا. الحمد لله أنك أتيت. اذهب يا صالح وابحث عن ابن موسى عند الوادي. اذهب ونحن سنذهب معه. اذهب اذهب فأنت أسرع منا. سلمت أمري إلى الله إنه خير الحافظين. هيا يا جماعة، هيا هيا هيا. من ذهب لم يعد ولم يأتنا خبر. يا رب يا رب ألطف بنا يا رب. موسى العم صالح، كيف عرفت أني هنا؟ يا ما تماسكي. لقد جاء موسى. موسى ولدي ولدي. الحمد لله ولدي. موسى موسى يا ولدي سالما. الحمد لله الحمد لله. لن تبلغ درجة في حياتك إذا لازمت جانب الغفلة واللعب. العلم أولا، العلم والتعلم أولا يا موسى. إني أعدك لكي تتم مسيرتي، أعدك لكي ترفع رأسك وأنت تنظر إلى الناس وهم يجلون مكانتك. وهذا لا يأتي إلا بحفظ القرآن والسيرة النبوية الشريفة وتعلم الفقه النافع للناس جميعا. اقرأ اكتب احفظ. اقرأ اكتب احفظ. أما زلت تكتب الشعر يا موسى؟ الشعر يملكني يا أم، يملك كل خلجات روحي، ينبعث من أعماقي. والدك يفضل عليه القرآن. الشعر لا يشغلني عن أمور ديني يا أم. سأخرج لأروح عن نفسي قليلا يا أمي. يا
لما كل هذا الخجل من موسى؟ هو ابن عمك يا سعاد. إنه رجل الآن، فكيف لا أخجل منه؟ خجل البنات الجميلات، ما شاء الله، صرت أجمل فتاة في محلية، بل أجمل عروس في محلية. آه منك يا موسى، لم يأتي ليعلم الأولاد، إنه ينشغل بالشعر أكثر من أي شيء. تعالوا يا أولاد تعالوا. اذهبوا واجمعوا الأولاد، أنا سأعلمكم ريثما يأتي موسى. هيا. رسم تغيره الأرواح مذهمرة به أصائل من غدق وتهتال، فاض المجلجل قد حاق الرسوم وقد هذا الملث على ربع بمرنان، ربع لجارية حوراء غانية حورية جعلت في خلق إنسان، بيضاء عالية تزهو بغالية بضاء طالية من عطرها القاني، غنج غنج ملعطفة روح ملطفة ضميا مهفهفة في عطف وهنان، في فرعها غسق في خدها فلق في ثغرها زلق تزهو بألحان، في خطوها رسل في مشيها كسل ألفاظها عسل ريا بألبان، في عينها وجل في خدها خجل في جيدها زجل يسمو بأريان، أيام تسعدني منها وتوعدني فالآن تبعدني عنها وتنساني. ما شاء الله يا موسى، ما شاء الله الذي وهبك هذه السلاسة في الشعر، كما أتمنى أن أنظم بيت واحدا أبعثه إلى من يحبها قلبي. ليس المهم أن تبعث لها شعرا، ابعث لها شيئا تحبه. ما أحبه قلادة عقيق أضعها حول عنق حبيبتي. كلنا نتمنى أن نملك مثل هذه الأشياء، لكن كما ترى نحن نعيش على الكفاف. لو أنك ترحل إلى ملوك بني نبهان وتمدحهم، ستعيد علي ما سمعته من ذاك البدوي الذي لقيته في السوق. سيأتي يوم وتسمع ما يجعلك ترحل إلى بهلة حيث الملوك من بني نبهان. هل سيأتي ذلك اليوم حقا؟ لم تعد تخرج لترعى العنزات، ليتني أستطيع أن أجالسها ساعة من كل يوم. أنت ابن علم وفقه يا موسى، فما لك والشعر؟ ألم تقرأ قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العظيم، ما كل شاعر شاعر ولا كل شعر هو من الذي يعاب قائله. ها هو أبي ينظم الشعر إلى يومنا هذا، وهو أعلم منا جميعا بما هو مباح من القول وما هو مكروه أو محرم. ليتنا نسمع من شعرك يا شيخنا. لن تسمع مني غزلا يا سليمان. كل ما تقوله جميل فأسمعنا. شعر فيه من الحكمة والموعظة الحسنة، هو خير ما نقوله ونحن في كهولتنا. أخي التقي الباري
توق حر ناره ولا تظلمن فالظلم بالبأس نازل. واعلم بأن الأرض لله كلها سيورثها من شاء والمرء جاهل. ولا تأخذن شيئا على كره أهله فتضمنه وانظر لما تتناول. ومالك محجور عليك ضياعه عن المصطفى ترويه عنه الأفاضل. ولا تتلفن المال إلا مكافيا آوي الضيف والأرحام إن أنت واصل. أحسنت وجدت يا أبي حسن. هذا هو الشعر الذي يجب أن تنسج على منواله يا موسى. الشعر ألوان، وعلى كل شاعر أن ينظم من كل لون وينسج على أكثر من منوال. صدقت يا ولدي صدقت. متى نخطب سعاد لولدنا موسى؟ ليس الوقت هو الذي يجب أن ننظر إليه، بل كيف يكون موسى جديرا بسعاد؟ كيف يقدم لها ما تستحقه من مهر؟ مهر؟ عمك حسن لا يغالي، وهو يعلم بحالنا. أنا أريد لنفسي وسعاد شيئا آخر، أريد أن أجعلها أحسن النساء. الله هو الميسر الرزاق يا ولدي. صديقك سليمان، اذهب إليه. أسرع أسرع يا موسى، لدي خبر يسرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. للشعر سوق رائجة عند الملك فلاح وابنه عراء، وهما يرحبان بأهل الشعر، ويفد إلى بهلة الكثير من الشعراء ليمدحوا آل نبهان. كيف الدخول على ملك بني نبهان في بهلة؟ إنه ملك، ولا أظن بابه يخلو من حراس وحاجب. للشعراء شأن آخر، فالملك وأهل بهلة أهل كرم وجود مثل سائر العرب. أما الشاعر فمن الخير أن يسبقه ذكره وشعره. صدقت، فالملوك يطلبون الشعراء المعروفين الذين تتداول المجالس أشعارهم. كيف أصبح ذائع الصيت ويصل اسمي سمع الملك وابنه في بهلة؟ أنت تقرأ وتكتب أم تقول الشعر ارتجالا؟ إنه معلم الناس هنا، وأبوه الشيخ حسين. أكتب قصيدة في مدح الملك فلاح وابنه عرار، وأنا سأضعها بيد الأمير عرار حين أصل بهلة. هل أنت مقرب منه؟ إنه يستشيرني بشأن الخير ولا يمنعني عن مجلسه، وأعرف حوله رجالا كثيرين. جاءتك فرصة كطير يسقط بين يديك بلا عناء الصيد يا موسى. هيا هيا استغل وجود وهدان بيننا كي تعد أبياتا تليق بالملك وابنه. سأنزل وهدان ضيفا في بيتنا. أبي سبقك وأعد له بيت الضيوف. لا فرق لا فرق إن شاء الله، فمحلي بيتي وأهلها أهلي، فسأكون بينكم وأتسامر في مجلسكم. سأعد شعرا يثير دهشة الملك وابنه إن شاء الله. إن شاء الله. إنه يحني رأسه لساعات ليكتب، حتى طعامه صار قليلا. يا ولدي إن لبدنك عليك حقا، وهذا جهد فوق طاقتك. ألأجل أبيات من الشهر تفعل كل هذا؟ إنها ليست أبيات عابرة يا أبي، سأخص بها ملوك بني نبهان. الملك فلاح وابنه عرار يحبان الشعر ويحسنان الاستماع. وهل تعرف الملوك لتكتب لهم يا ولدي؟ إنه يريد أن يجعل من الشعر بضاعة وسلعة تباع في سوق الملوك. يا أبي أنا أريد أن أجمع مبلغا جيدا من المال من أجل أن... لأجل ماذا؟ أتريد أن تصبح من الأغنياء؟
بل يريد أن يصبح عريسا يا أبا موسى. عرفت الآن، تريد أن تجمع مهرا للعروس وهي ابنة عمك، أم أنها غيرها يا ولد؟ سعاد، وليس غيرها. يا ولدي، أنت الآن راشد وتحسن التصرف، لكني أحذرك من أهواء الملوك، فلا تعجب إن جاورتهم ولاقيت منهم ترحابا حارا ثم انقلب ذلك إلى نسيان وصدود. أنا لن أرحل الآن يا أبي، ضيفنا وهدان سيحمل قصيدتي إلى الأمير عرار، فإن لاقت القصيدة استحسان الأمير وأبيه الملك أشد الرحال إليه. الله يفعل ما يريد، وهو صاحب القدرة والتقدير. ألا هل فتحت من الشوق بابا وخاطبت من لا يطيق خطابا؟ فما من ملامك طارحت رجدا ولا أنت فيه اهتديت الصواب. فدع ذا الملام، فبرك عندي أراه بماء العقوق مشابا. ودعني لحبي لاسما، فإني أرى حبها مذهبا لن يعابا. وبعد يا عبد الله، وبعد، أتراني لم أسمع شعر غزل ونسيب؟ هل هذا كل ما كتبه الشاعر الذي بشرنا به وهدان؟ اسمع يا مولاي، اسمع كيف ينتقل من النسيب والغزل إلى المديح. ولد بالمليك عرار سليل، فلاح إذا أناب بك الدهر نابا. مليك إذا تجلى بدست رأيت الجلال عليه حجابا. فذلك للمسلمين ملاذ وذكر إذا الدهر أنشب ظفرا ونابا. وإذا أنت كيفته كان في الكون غيثا وليثا مهابا. تقود إلى الوفد في كل يوم جمالا ضخاما وخيلا عرابا. الله الله، لقد أحسن وأجاد. أرجو أن ألتقي هذا الشاعر وأجالسه. أنا من سيحمل رسالتك إليه يا مولاي، لأني سأذهب من أجل البيع والشراء وأمر بقرية محلية. أريدك أن تذكر هذا الشاعر في مجلس أبي وتعرفه بشعره، لأن أبي يتذوق الشعر وينقده خيرا مني. أفعل إن شاء الله. أسمعني أبياتا لهذا الشاعر، أريد شيئا يجعلني أمنحه ثقة. أنا قرأت ما أرسل من شعر وأعجبت به، لكني حفظت له بيتين لم أقرأ أجمل منهما. أنا أعرف ذوقك بالشعر، أسمعنا ما قاله موسى. وليل سرينا به وهو فيما رأيناه في الكون يحكي الغرابة، كأن سماء صحيفة رأس يطارد فيه المشيب الشباب. جميل، تشبيه جميل وجديد. يبدو أن موسى بن الشيخ حسين له معرفة بالنظم واللغة وحسن الاختيار. أريد أن ألتقيه وأسمع منه. ستحل بعيدا عني، تدري أن لا أخاف أو أحزن يا موسى. أنا راحل من أجلك يا سعاد، سأجلب لك مهرا يليق بك. هل طلبت منك مهرا كبير؟ هل حدثك أبي عن مهر ومال لا تستطيع أن تناله هنا؟ يا سعاد، يا بنت عمي، أنا أريد لنا زواجا سعيدا وحياة هانية. ويلي، ويلي من الفراق ومرارته.
ويلي أنا من السفر والغربة. ليتك تبقى. أنا أفضل بقاء الشاب بين أهله في بلدي، الغربة تغير النفوس. بلغني يا عم حسن أنك كنت كثير السفر في شبابك. كنت أبيع وأشتري وأعود. رحيل موسى خير من تجارة وبيع وشراء، فسيدخل على ملك ويجالس أميرا ويكسب حسن السمعة مع جزيل العطاء. إنه قراري على أي حال. لما أنت ساكت يا شيخ حسين، فغدا مع الفجر سيرحل موسى ويفارقك. ليرحل بحفظ الله ورعايته، لقد جالسته وسمعت منه وسمع مني، وليس لي أن أجبره وأرغمه وكأنه طفل. انظر إلى لحيته وشاربه، لقد صار رجلا وله أن يختار. لا تطل الغيبة يا ولدي. واصل الدعاء لي بالتوفيق يا أم. أنا لا أنقطع عن الدعاء في كل صلاة، وأنت أمام عيني، فكيف إذا غبت؟ دعي البكاء والدموع يا امرأة، ودعي الولد يرحل وهو يرانا نبتسم. في حفظ الله يا ولدي، في حفظ الله. يحفظك الله يا ولدي في رحيلك هذا، ويعيدك إلينا سالما غانما إن شاء الله. الحمد لله الذي يسر لنا الرحيل وجعلنا نصل القلعة سالمين، له الحمد والشكر. جيد يا ابن شيخ حسين، إنه شعر جيد بالنسبة لسنك ومعرفتك. وللثريا ترى في الجو أجنجة، تظنها في أقاصي الجو قنديلا. ابنك سعيد العوض وفي الصبر. أصبر يا أخي أصبر. لا بأس يا ولدي، لا يحق لي أن أمنعك من اختيار ما تراه يناسب حياتك. ابني سعيد، لابد أن أعود إلى بهلة، إلى أهلي وولدي، لابد. سعيد، وليلة إسكي جاءني هاتف قد تجلى ضياء الصبح في بهواته وقال: إله العرش يوصيك آمرا بحسن العزاء، فعمل بما في وصاته.